بحق ثلاثة المتتات الوحوش الآدمية اغتصبوا طفلة عندها 11 سنة. هاد الوحوش الآدمية اغتصبوا طفلة عند 13 سنة، الاغتصاب منتج عنده حمل. هاد الاغتصاب ما كانش مرة، كان مرة وجوج وثلاثة وأربعة وخمسة وبسيسي متكرر ومتسلسل. بمعنى اليوم حنا أمام جريمة التجار بالبشر. هذه طفلة عباد الله عندها 11 سنة، هذه طفلة قاصر عندها 11 سنة. من مسؤولية الدولة أنها تحميها، من مسؤولية القضاء أنها يحميها. الحكم ديال عامين على الأب البيولوجي و18 عامين و18 فيها 18 شهر موقوف منافذة والسام موقوفة تنفيذ على الجوج الآخرين، حكم مخفف ورمزي ومشجيع على استمرار الاغتصاب حق أطفال بلادنا وطفلات بلادنا ونساء بلادنا. تنرفضوا رفضا باتا التعامل باستخفاف مع هذه القضايا، وتنرفضوا الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقه بالاعتداءات الجنسيه ايا كانت نوعها. وتنتمنوا من المحكمه من هيئه الاستئناف على انها تصحح هذا الوضع وتعطي لهذه الطفله ومن خلالها لطفلات المغرب حقهم، وتحمي طفلات المغرب من تواتر من حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسيه. اليوم احنا في جريمه تجار بالبشر. عباد الله هذه طفله عندها 11 سنه، عباد الله اغتصاب متكرر. تصوروا معايا العذاب اللي كانت تعيشه، تصوروا معايا وضع الطفل ديالها من بعد، تصوروا معايا وضعها الاسري، تصوروا معايا غدا ولا بعد غدا غتكون تا الدور غتلقى هذاك اللي كانت يغتصبها عايش بحريه وعايش في حياته، وهي هزه طفل طفل اخر خاصها تربيه وتكبره وتحميه. هل يجب تغيير القانون الجنائي؟ 100% خاص تغيير القانون الجنائي، خاص تجديد العقوبات على المغتصبين والعقوبات على الجرائم ديال الاعتداءات الجنسيه، وخاص تجديد وما يكونش نهائيا وترفض التنازلات في هذه القضايا. ما يتقبلش التنازلات في قضايا الاعتداءات الجنسيه وفي قضايا التحرش وفي قضايا الاغتصاب، مرفوضه 100%، لانه ضحايا الاعتداءات هم تيصبحوا تحت مسؤوليه المجتمع، ماشي مسؤوليه افراد عائلاتهم او مسؤوليتهم الفرديه. انصاف، الانصاف لهذه الضحيه الطفله، والانصاف المجتمع من هاد المغتصبين والمغتصب هاد المغتصبين اللي وحوش الادميه اللي يعتبروا على انهم تعتبروا نفسهم فوق القانون وغاديين مسترسرين في الجرائم ديالهم وعادي عامين ديال السجن ديالاش. واش عايب عامين الاب البيولوجي و18 شهر 18 شهر للموقوفة التنفيذ وست شهور 18 شهر نافذه وست شهور موقوفة التنفيذ. حنا اليوم كمنظمات نسائيه جايين نحضروا في هذه الوقفه ايا كان اللون ديال الناس اللي حاضرين، ما محتاجينش اننا ناخذوا يافطه ديال ايا كان، محتاجين ان النساء والبلا والناس ديال المغرب كلهم يكونوا هنا. واللي تيعتقد على انه ما كايناش مسؤوليه كبيره ديال المشرع في اقرار قوانين حقيقيه تتحمي النساء والبلاد بلادنا من الاغتصاب، راه مسؤوليته كبيره، وهاد القوانين تيبدلها السياسي والسياسيه داخل البرلمان، ومسؤوليتهم كبيره، وخصهم يتحلاو بالشجاعه، الشجاعه الكبيره، باش حتى هما يساهموا في حمايه اولاد وبنات المغاربه، نساء ورجال، من الاعتداءات الجنسيه، ومن الاستغلال الجنسي، ومن التحرش الجنسي. مرحبكم، اهلا وسهلا بمتابعي الكرام، معكم الاستاذه العماني ليلى، المستشاره القانونيه. اللي اشتغلت في هذا الملف هذا الى جانب الاستاذه خيار دفاع الضحيه. بهذه المناسبه حنايا جينا اليوم باش كنددوا بالحكم اللي صدر في حق المتهمين اللي تعدوا على هذه الطفله هذه بواحد الوحشيه واللي القانون ما صفهاش. الحكم الابتدائي بطبيعه الحال حنايا لا يعتد به لان لابد من مرحله الاستئناف والنقد، لكن يبقى لنا الحق عندما يصدر الحكم التعليق عليه، وهو من حقنا هذا، لا نقلله نحن من القانون
القضاء أو من الهيئة المحترمة التي حكمت هذا الملف، هي اعتمدت على قناعتها، لكن الذي يمكن أن نقوم به هو ملاحظة عدم تطبيق القانون للحكم. فالقانون ينص على أن مثل هذه الجرائم لا يمكن الحكم إلا بخمس سنوات فما أكثر مع تشديد الظروف، وخصوصا إذا كانت هناك حالة العود وهناك فعلا كانت هناك ممارسات عديدة متكررة باستمرار وبالتربص وبانتظار اليوم الأسبوعي للسوق وفراغ المنزل واقتياد هذه الطفلة إلى عدة أماكن، منها الغابة، منها مكان آخر الذي تعرفت عليه وأشارت عليه إلى الشرطة القضائية، والتي بدورها أقرت على أن فعلا أن أقوال القاصرة تتطابق مع ادعاءاتها، وبالتالي تم الحكم على الجونات. لكن نحن اليوم نندد بهذا الحكم ونتمنى أن يتم إنصاف هذه الطفلة مثل جميع أطفال المغرب. وهناك حالات أخرى، منها حالات فاس التي هي أيضا كانت ضحية مثل هذه الطفلة تفلت وحظي الجونات بسنتين، ونحن نندد بهذه السنتين لأنها لا تتطابق مع النص القانوني الذي صادق عليه البرلمان. شكرا لكم. الحالة النفسية الطفلة طبيعة الحال غتكون متضررة، ولكن عندها واحد المواكبة من واحد الجمعية اللي كانت تقدموا لها الشكر من هذا المنبر، هذا جمعية إنصاف، اللي واكبت معها العلاج النفسي والاحتضان، وأنها الآن تتعلم كأنها في الابتدائي، تتعلم الحروف، تتعلم صناعة، تتعلم تصفيف الشعر، فسترجع إن شاء الله سترجع قوتها بعزيمة وحسم إلى أن تصل إلى حقوقها. ونحن معها ومعها جميع نساء المغرب، كما ترون أن كل نساء وعدد كبير من الجمعية تندد بهذا الأمر هذا، ولا نحتاج إلى أن يتفشى الأمر خارج المغرب لكي ندافع عليه، فنحن قادرون على دفاع على حقوقنا بأنفسنا إلى أن يصل أبناؤنا إلى حقوقهم، لأن كل بنات المغرب وأبناء المغرب هم أبناؤنا. حنا اليوم في هذه الوقفه لاننا كلنا ضد هذا الحكم اللي تحكموا هاد المغتصبين، اللي تحكموا بسنتين، اللي تحكموا بسنتين ونصف، وهما بكامل قواهم العقليه واغتصبوا طفله اللي في العمر ديالها 12 سنه، يلا غتكمل 13 سنه مع الدليل الحامل ديالها. حنا بغينا النيابه العامه تبرر لنا، او سيد وكيل الملك يبرر لنا علاش بنا هذا الحكم هذا. الفصول المغربيه والقانون المغربي ما عمره ما قال بان المغتصب، وخصوصا انهم ثلاثه المغتصبين، انهم يشدوا سنتين ونصف. لا يعقل ان سنتين ونصف من المغتصب بهذا الحكم هذا. كتقولوا بان اللي ناضي اغتصب، اللي ناضي اغتصب، سير اغتصب راه كتشد سنتين ونصف، سير اغتصب راه والو، هذيك غير طفله، راه هذيك غير مع عائله فقيره والاب ديالها راه غادي يسامح لك، سير اغتصب. اذا دابا حاليا اشنو هو المشكل الكبير؟ هو ذاك الطفل اللي غادي يتزاد، هي الحاله النفسيه ديال ديك الطفله. فين هما الحقوق ديالها؟ ما كاينش حق، ما تعطاهاش حق، ما تعطاهاش حق. وسنتين ونصف عباد الله كافيه المغتصب بكامل قواه العقليه، وماشي اغتصبها مره واحده، فهو كان يتكرر على المنزل مرارا وتكرارا لانه صديق الاب ديالها، وماشي واحد، فهما ثلاث وحوش ادميه. اذا هل يعقل في بلاد الحق والقانون، في بلاد الحق والقانون في 2023 اننا نشوفوا بحال هذا الحكم هذا؟ حنا اليوم هما امام محكمه الاستئناف مدينه الرباط، باش هذا الحكم خصو يتستانف ويشدوا اشد العقوبات، اشد العقوبات لهاد الوحوش الادميه اللي الضحيه ديالهم طفله لم يتجاوز العمر ديالها 13 سنه. لام غزلان ماموني، محاميه ورئيسه جمعيه كيف ماما كيف بابا. جينا هنايا نجاوبوا على نداء ربيع الكرامه باش نعبروا على الصدمه ديالنا مورا هذا الحكم اللي هو كي منطق بعقوبات خفيفه جدا، جوج عامين فقط ديال الحبس في الوقت اللي القانون كان كيمكن القضاة من نطق حكم كيقدر يمشي حتى 30 سنه. اذا
حنا كنسائلوا السوسيولوجيا ديال هاد القضاه اللي في الوقت اللي كتمكنوا كيمكنوا من القانون من نطق زعما عقوبات جاده كيجتهدوا باش يحاولوا يخفوا على المغتصب العقوبه ديالو في العود ما يجتهدوا في حمايه الاطفال. اذا حنا كنطالبوا طبعا باعاده النظر في هذا الحكم في مرحله استئناف مع تشديد العقوبات، وكذلك كنطالبوا باتخاذ واحد القانون اللي هو خاص بالجرائم ضد الاطفال اللي يكون في اطار القانون الجنائي اللي اعلنت الحكومه بتغييره الشامل والجذري. طبعا هاد الاحكام كتشجع بزاف، كتشجع بالاغتصاب، ما كان زعما كتعطي واحد السمعه خايبه للقضاء المغربي، ورساله زعما رساله اللي كتقول لنا غير اغتصبوا البنات المغربيات، راه عامين ديال الحبس الا تشديتي، ولا كانوا كاع زعما الحجاج وكل شيء مجموع راه غير عامين ديال الحبس. حنا كنعرفوا بان الاغتصاب شي حاجه صعيبه بزاف باش تثبت، وبزاف تاع ضحايا الاغتصاب ما كيقدروش يمشيو يحطوا شكايه حيت كيخافوا ما يكونش عندهم هذوك الحجاج كافيه، ويصدقوا معتقلين على اساس فصل 490 اللي كيعاقب على العلاقات الجنسيه خارج اطار الزواج. اذا هذا زعما فعلا تشجيع المغتصبين والاغتصاب طفلات المغربيات، وهذا غير مقبول، غير مقبول. كنش عارفوا بان بزاف البلدان العربيه كيعاقبوا الاغتصاب حتى الاعدام بالابديه، ما كنفهموش حنا، ما فهمناش هذا الحكم ديال عامين. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.